متابعي المشجع مع احمد عشاق النادي الاهلي في كل مكان، حلقه جديده وحلقتنا النهارده هتلاقي فيها موعد مباراه النادي الاهلي وشباب بوليسداد الجزائري والقنوات الناقله والتشكيله المتوقعه والقائمه المبدئيه المختاره من مارسيال كولر. بس قبل ما نبدا حلقتنا متابعي المشجع مع احمد، ما تنساش لايك وشير للفيديو ومتابعه الصفحه يوصلكم كل ما هو جديد، ونبدا حلقتنا بموعد المباراه المقرر لها الجمعه الساعه 6 مساء، المباراة مذاعة على بين سبورت اس 6، المباراة مذاعة ايضا عبر اون تايم سبورت الارضية. دي مواعيد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة. ندخل على النادي الاهلي، بيدخل المباراة وهو في المركز الاول برصيد 4 نقاط، يليه شباب بوليسداد ب3 نقاط وميدياما ب3 نقاط ويانج افريكانز بنقطة واحدة. النادي الاهلي يامل في الفوز على شباب بوليسداد من اجل توسيع الفارق واقتراب الصعود للادوار الاقصائيه، خاصه دي اخر مباراه للنادي الاهلي قبل الذهاب لمباريات كاس العالم ورفع معنويات لاعيبه النادي الاهلي. القائمه المبدئيه اللي اختارها مارسيال كولر للمباراه بتضم في حراسه المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، حمزه علاء، وخط الدفاع محمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وعلي معلول وعبد المنعم وربيعه وياسر ابراهيم واليو ديانج ومروان عطيه وامام عاشور وعمرو السليه ونبيل كوكا واكرم توفيق ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبرس تاو واحمد عبد القادر وكريم فؤاد، وفي الهجوم الثلاثي كهربا وانطونيو مودست وصلاح محسن. دي كل لعيبه النادي الاهلي المتاحين لمارسيال كولر لحين اختيار ال 20 لعيب اللي هيبقوا متواجدين في المباراه غدا ان شاء الله. اكيد محمد عبد المنعم هيبقى في راحه علشان خاطر مباريات كاس العالم، ولكن دي اللعيبه المتاحين تحت امر مارسيال كولر في مباراه شباب بوليسداد الجزائري. التشكيله المتوقعه من وجهه نظر مارسيال كولر هيبدا المباراه بمين ومين اللي هيلعب ومين اللي هيبقى احتياطي؟ نقول لحضراتكم التشكيله المتوقعه. في حراسه المرمى حارس مصر الاول محمد الشناوي، وامامه رامي ربيعه وياسر ابراهيم العائد من الاصابه اللي بنقول له 1000 مليون سلامه، وعلى الجنب الشمال علي معلول، وعلى الجنب اليمين محمد هاني، وفي خط الوسط الثلاثي محمد مجدي قفشه واليو ديانج وامام عاشور المباراه، وفي الهجوم الثلاثي كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو. دي التشكيله المتوقعه للنادي الاهلي. من المتوقع ان يبدا بيها محمد مجدي قفشه مكان مروان عطيه. مباراه في القاهره تبقى محتاج هجوم، محتاج تخلص المباراه بدري ان شاء الله بهدف يريح اعصاب لعيبه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي الداعم الوحيد لفرقته، منتظرين دعم النادي الاهلي غدا ان شاء الله. 30,000 مشجع للنادي الاهلي في المدرجات، استاد برج العرب، استاد اللي جمهور النادي الاهلي بيحبه ان شاء الله. 30,000 من انصار النادي الاهلي يشجعوا النادي الاهلي بكل قوه وبكل حماس، وان شاء الله على الفوز ناويين، على الانتصار مصممين. لل3 نقاط لعيبه النادي الاهلي قادرين بدعوات كل جمهور النادي الاهلي. لايك وشير ومتابعه من كل جمهور النادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.